لم ينعم محمد كأقرانه بطفولته، فكان الدواء رفيقه أينما حل، وباتت المستشفيات المكان الذي يقضي فيه مجمل أوقاته. ملي كان عمري 11 شهر وانا نزيد الدم ونزيد الدم كل 21 يوم مستمر. يقولوا لي يا غدو وين رايح؟ نقول لهم رايح نتعذب، ما نقولش رايح نداوي، رايح نتعذب، نتعذب صح ونجي. وش راي ديالك؟ ما عندوش راي ديال معاناة كحله، نروح نبقى نستنى الدم تاعي يجيبوه نزيدو ونروح. وانا تغيضني روحي، عاد نكون زي ما الناس برك، ما نكونش اكثر منهم، نكون زيهم برك، زيهم ونعبس. واحد يقول لك 16 سنه ويعاني مش زي ما الناس، مش سهله. 16 سنه مش ميت شريعه الصحه دي، ما كنتش جاميك شغل صحيح زعما نورمال. الصحة هي حاجة تقدر تديرها بحد شيء. ألم الداء لم يعد موجعا بقدر آلام التنمر والنظرة الدونية التي يتعرض لها محمد من قبل زملائه. دموع تحكي قصة طويلة من المعاناة التي لازمته منذ ولادته. مري فاتت أنا ماشي برا زوز أولاد خارج من القراية، صافي أنا قبل واحد ما نبالو بلي أنا مريض، غير الأقارب ما شتيهاش نحشم. قال له أنا نلملو الصوار باه يولي خير مني. كيف نولي خير منك؟ كيف نولي خير منك؟ ربي يعيشك. هذي أنا بنولي زيك ولا أقل منك، أنا نبقى ننسويبي. ورغم كل ذلك تبقى الطبيعة المحيطة بالمنزل من جهة وحيواناته الأليفة من جهة أخرى ملاذه الوحيد للتقليل من آلامه والهروب من واقع يراه محمد موحش ومظلم. نتناسى زمان نزرع، نشوف الجر، نشربهم، نشوف مع الطبيعة، نبقى نشوف مع السماء، ندعي في قلبي يا ربي فرج علي، يا ربي فرجك على كل مؤمن. هذم عبادك، أما عبادك مليهم غير أنت. واحد صح الناس تحس بهم، بس هما فيهم معاناة تحس بهم غير أنت. وربي قادر على كل شيء، يشفي اللي عب ويبتلي اللي عب. اليوم يناشد محمد ذوي البر والإحسان من أجل مساهمته في جمع المبلغ المطلوب لإجراء عملية زرع للنخاع العظمي خارج الوطن، وهو الحل الوحيد للشفاء نهائياً من هذا الداء. حلم بات يراود محمد للتخلص من معاناته التي لازمته منذ الولادة. ربي هو لي حط كتب لك زماك وشاهد، بس احنا قدروا نتخلصوا منه المرضى ذا، ونتمنى ما من الناس يعاونوني. كاينة عملية زي عملية زرع نخاع في الخارج، زي ما أنا قاعد ندير في بهاللم، هاني حطيت وحط سي سي بي تي اي بهيلمو لي الناس، ندير العملية ونتهنى. 16 سنة كانت مدة طويلة تحملت فيها أم محمد مسؤولية العناية الصحية لابنها، لتصبح الأم والممرضة والطبيبة في نفس الوقت. فهي اليوم باتت تعرف كل كبيرة وصغيرة عن داء الطلاسيميا، بل تعدى بها الأمر إلى معرفة الأدوية والأغذية التي تساعد ابنها وتلك التي قد تخلق مضاعفات له في حال تناولها. كل ليلة نديروا 4-80 أمبول في الشهر، والدواء هذايا واش يدير؟ الدواء ذا ينحي الحديد من الجسم تاعو،
لأنه هم كوم الدم يديروا نقل دم متكرر كل 21 يوم. لابوش أصلا اللي يحطوها فيها الحديد بقى لازم نقص الحديد هذا. كما الحديد تولدي هنا يضرك هو 2690 وصل قبل حتى انه وصل حتى 5000 نسبه تاعو، وهي نسبه العاديه في جسم الانسان العادي اللي صحيح ما تفوتش 300. وما يفهموش المرضى ذا بعد، مش فاهمينه. لازم المرضى ذا تفهموا مليح. كيما مثلا يقول لك فقر الدم، فقر الدم يقول لك وكلوا الحديد وكلوا العدس وكلوا اللحم الاحمر وكلوا العسل الحر. هو العسل الحر ما يعرفش القو تاعو. كيما المرضى ذا غدي تاعه او وراثي، يعني كيما نقولوا ما قدرتش تزيد لحق ولاد اخرين لانه احتمال انه يجيني مريض. كاين عائلات اخرى عندهم زوج ثلاثه مرضى. لازم يكون الانسان واعي للمرضى هذيا، لانه تجيب انسان للدنيا يعاني، هو يعاني وانت تعاني. لو عاد بي الزمن الى الوراء لما تزوجت قريبي، هكذا كان رد هذه الام بعد سنين من المعاناه التي لازمتهما وجعلت حياه ابنها على المحك. تمنيت كما نقولوا كون رجع بي زمان لوراء، ما نكذبش عليك، ترجع زمان لوراء. ما نزوج على لأنه معاناة. صح، اللي ما يعرفش المرض يجي عادي مستحيل يقول لك نرجع نكمل الزواج.